السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معكم أخوكم أبو ليث من مدينة حائل، حائل التاريخ، حائل الحضارة، حائل الأصالة. أبي ناخذكم إن شاء الله في هذا التقرير بجولة بعدة فقرات متنوعة ما بين معالم أثرية وطبخات حائلية وتقارير يومية تعجبكم بإذن الله. ويا هلا والله ومرحبا. أبد يا جماعة الخير، هذا تمرنا من مزارعنا، احنا مزرعة تضخيم اليوم، والتمر هو منتج يعني معروف بجميع مزارع حائل، وهو شيء أساسي على مائدة الإفطار. منتجات حائل للتمور متنوعة، منها الخلاص، منها السكري، منها الشهل إلى آخر. احنا الآن بالسوق الشعبي للتراث بحائل. السوق الشعبي هذا يتميز بالصناعات اليدوية مثل المباخر الخشبية اللي تصنع من الأثل وشغل يدوي، وكذلك الدلال، وعندنا بعض الأسواق الشعبية والممارسات والصناعات اليدوية النسائية. خلونا نعيشكم أجواء أهل حائل الرمضانية، وخصوصا مقصورة الجنون والمجالس التراثية. عند المجالس التراثية محببة عند أهل حائل، ويعيشون به أمتع اللحظات الرمضانية وغير الرمضانية. وحتى نعرفكم على نمط أهل حائل، أهم ناس يحبون الاجتماعات بشكل مستمر، فتلقى بكل حي، بكل حارة، بكل مكان اجتماع لأهل المكان مع بعضهم، تبادلون أخبارهم، يفطرون الفطور الرمضاني مع بعض، يتسحرون أحيانا مع بعض. وطبيعة هالمجالس هذه زيادة على البساطة أن تجمع التراث القديم والأصيل لأهل حائل ما بين دلال ما بين البنايات التراثية القديمة وشبة النار. الله أكبر، الله أكبر. وقبل نختم تقرير حائل بنعرفكم على شيء مميز عندنا اسمه الشبة. أكيد لما تسمع الشبة تتحمس أنك تعرف عليها. تفضلوا حياكم الله. السلام عليكم. السلام. شبة شبة النار مثلا من شارع عويصي، يشب النار يحط قهوته شاهيه ولا عشاء ولا ما تيسر من الأكل، يجتمعون يتبادلون الحديث والفكاهة ويستنسون ويتعلمون، وعادة تكون بالليل. لا جاء وقت السحور يتسحرون، وعقبين عاد كل يروح على المسجد يصلون وكل يروح لمنزله. تفضلوا تفضلوا، يا هلا والف هلا بالجميع على سحوركم، حياتكم.